برافو نعيمه، لك عم تتعلمي بسرعه. يعني قديش بدي لحتى اعرف كل شيء عن الكمبيوتر؟ عن مبادئ الكمبيوتر بدك شيء 10 دروس. كثير هيك؟ انا حابه اتعلم بسرعه اكبر. اكبر من هيك؟ ايه، لانه نحن، قصدي انا وانت، حظنا كبير انه عرفنا قيمه الكمبيوتر، لانه هذا العصر ما بيتحمل ناس جاهلين واميين مثل بقيه العيلة. إيه بس ما في حدا بعائلتنا امي. بهذا الوقت اي حدا ما بيعرف الكمبيوتر بيكون امي. مزبوط. طيب هلا شو ناوي تعمل؟ بدي كمل الدرس. مو هيك قصدي. لكان شو بعد الدرس شو ناوي تعملي؟ بدك ترجع لبيت خالتي فاتن؟ لا لا ابدا، انا قررت اني ابدا حياة جديدة. ممكن تقول انه فات الاوان او صرت عجوز، صحيح الحق معك، بس انا كبست العداء وبدأت سباقي مع الزمن يلي مثلنا يا رامي. يعني انا وانت ما لازم يكون عندهم وقت ينظروا فيه للخلف، صحيح كلامي؟ صحيح. لذلك ما لازم يعرفوا انك شفتني او بتعرف عني شيء. اوكي اوكي